المؤسسة الإسبانية سبقوا وعملوا مشاريع مماثلة لدعم المزارع هنا، كون المنطقة هاي قريبة من المستوطنة، هاي بتبعدش عنا يعني كيلو متر، فالأراضي كلها مهددة بالاستيطان، حتى في من هنا كمان 50 متر الأراضي هاي كلها شبه مصادرة. فدعم المزارع هون بثبت على كل الأرض وبدعم وبوفر إنتاج وبشغل أيدي عاملة عندهم، وإن شاء الله إنهم بيستمروا في مشاريع زي هيك. هذا الخزان طبعا المية عندنا مش هالوفرة، بالصيف بصير نقص شرب على الأهالي، فخزان زي هذا بيوفر على المزارع مية طول السنة، وإن شاء الله إنهم بيعملوا أخرى مشاريع ثانية زي الخزانات هاي بتوفر. من سنوات رح نشتغل أهلنا في هاي القرية ما يزيد عن 150 دنم، اشتغلنا معهم من أكثر من 40 شهر في المشروع اللي كان خاتمته الخزان، في دعم اللوجستي، في الزراعات الآمنة، في تقديم في دورات لبناء قدرات المزارعين، والعديد العديد من المشاريع قدمنا لهم مطبخ للتصنيع الغذائي في ممكن نشوف اليوم، والعديد مستمرين في دعم صمود مزارعنا على أرضه. احنا اليوم قدمنا الخزان هذا لانه كان في هناك مشكله في 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 المياه، واحنا دائما بنحكي احدى مشاكلنا سرقه الارض وسرقه المياه ايضا. احنا احدى الحلول اللي قدمناها للمزارعين اجت هذا الخزان، اولا بعمل على تقليل الفاقد من المياه عندما يتم نقله من مطور المي حتى المزارعين، احنا بنحطه في الخزان هون وبعدين بنحاول نوزعه على المزارعين. يعني احنا اليوم بنعمل باعتقادي، وهذه لازم تكون عندنا قاعدة، انه كل انسان بزرع شجرة هو بمثابة رصاصة في صدر المشروع الصهيوني، كل انسان بعمل خزان او بير هو قنبلة في وجه الاحتلال، كل مزارع جديد ممكن نجنده انه يشتغل في الارض هو جندي في جيش الدفاع الفلسطيني ضد الاحتلال.